بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقة ليلة إن شاء الله تكون مميزة جدا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. النهاردة هنبدأ يعني ليلة مباركة إن شاء الله مع ليلة في بيت النبي، وكما تعودنا بنبدأ كل حلقة بنقول إيه الهدية اللي أنت عايز تقدمها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة جاتني رسائل جميلة جدا يعني طول الأسبوع، ما شاء الله حاجات تسلق الصدر لدرجة من كثرة الهدايا اللي جات الأسبوع دوت من المسلمين إلى حبيب المسلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقيت إني مش قادر إن أنا أقولها كلها النهاردة، فوزعتها على الأسبوع دوت والأسبوع اللي جاي إن شاء الله. فربنا يكرمك، إيه الهدية اللي ناوي تقدمها لحبيبك محمد ابن عبد الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول حاجة رقم واحد الهدية، رقم اتنين ان انا منتظر رسائلكم وتواصلكم طول الاسبوع، الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله، على اساس ان احنا ان شاء الله الحلقه القادمه بناء على طلب بعض الناس ان شاء الله الحلقه القادمه هتكون اجابه على بعض الاسئله اللي وردت الينا من حبايبنا في كل مكان، وان شاء الله هنتقي اجمل اسئله وردت وان شاء الله نذكرها ونجاوب عليها في الحلقه القادمه ان شاء الله. منتظر اسئلتكم ومنتظر تواصلكم طول الاسبوع ان شاء الله. وزي ما قلت لكم وبقول دايما ان الدروس ديت ما هياش فقط لعلاج مشاكل الاسره فقط، وإنما هي منهج حياة داخل البيت وخارج البيت، منهج حياة للأسرة المسلمة وللأمة المسلمة إن شاء الله جل وعلا. الأسبوع القادم زي ما قلت لكم هنخليها إجابة على الأسئلة بتاعتكم، فأتمنى إن شاء الله طول الأسبوع تبعتوا الأسئلة، وهنختار منهم أجمل 20 سؤال أو أجمل 15 سؤال ونجاوب عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. طيب تعالوا نبدأ ونقضي أجمل وأحلى ليلة في بيت أفضل وأسعد زوج في العالم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا احنا عارفين من الدرس اللي فات، عارفين ان عشان نخش البيت لازم يكون فيه تأشيرة، وقلنا التأشيرة ايه المرة اللي فاتت؟ تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم 10 مرات على الاقل ان شاء الله، والنبي يستحق ان احنا نصلي عليه لحد اخر لحظة في حياتنا بأبي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. اخويا وحبيبي، احنا طبعا قبل ما ابدا الدرس احب اقول ان انا يعني بشكر كل حبايبي اللي بعتوا يطمنوا عليا في القنوات الثانيه للظروف الصحيه. انا جاي طبعا تعبان جدا، لكن يعني ما حبيتش ان اتاخر عنكم النهارده، ولانكم وحشتوني جدا جدا، وبشكر كل اللي سالوا عليا وكل اللي اطمنوا عليا، واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وان شاء الله التقي معهم يوم الاثنين القادم ان شاء الله فضفضه، وربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله كل يوم ثلاث ان شاء الله في ليله في بيت النبي. تعالوا بقى دلوقتي خش بيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هنخش بيت النبي هدوء وأنوار وروحانيات وحاجة كده أنا مش قادر أوصفها. أنت داخل بيت النبي، بيت سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، هنخش نقضي عنده ليلة. الليلة دي إيه الموقف اللي هيحصل فيها هنشوف دلوقتي، بس فجأة وإحنا داخلين فوجئنا بكم من الصحابة داخلين أيضا في نفس الليلة ديت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان الصحابة لما دخلوا في اللحظة ديت، واحنا ان شاء الله نتمنى او نتخيل ان احنا معاهم ان شاء الله، فهم داخلين لقوا منظر عجيب قوي قوي مؤثر جدا جدا. لقوا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نايم على الحصير، والحصير مأثر في جنب النبي. الحديث ده صحيح؟ انت متأكد من المعلومة ديت؟ سيد ولد آدم، افضل خلق الله، أفضل إنسان خلق على وجه الأرض، نايم على الحصير والحصير مأثر في جنبه الشريف. أه والله بقول لك الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. ياه، معقول النبي نام على الحصير؟ طب وأنا زعلان ليه بقى لما أكون أنا فقير ولا مرتبي ضعيف ولا ظروفي الصحية تعبانة ولا ده سيد ولد آدم نايم على الحصير والحصير مأثر في جنبه. فإذا بواحد اتقدم، هو جسمه نحيف قوي قوي لكن إيمانه في القلب كالجبال. عارفين مين هو؟ عبد الله بن مسعود، اللي ورد فيه حديث جميل قوي رواه احمد بسناد حسن، انه في يوم من الايام كان طالع فوق الشجره عشان يقطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسقامه رفيع جدا، رجليه رفيعه، فهو بيقطع السواك جت شويه ريح فهزت الاغصان، فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود فظهرت سقامه الرفيعه. فالصحابه ضحكوا، فقال النبي وقد غضب:
مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه، رجلين رفيعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيدي لهما سقان ابن مسعود اللي انتوا بتتريقوا عليه ديت، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله! إذن موازين العباد عند ربنا تختلف تماما عن موازين رب العباد سبحانه وتعالى. الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو خبط على حد يقفل باب وشه، لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: منهم البراء ابن مالك، اللي هو أخو أنس ابن مالك. تخيل أن البراء ابن مالك في معركة تستر، كما ورد أيضا في رواية صحيحة عند الحاكم، أن يوم معركة تستر كانت معركة صعبة جدا جدا، والصحابة ما قدروش يفتحوا هذا الموقع، فراحوا للبراء فقالوا له: يا براء، نفدت أسباب الأرض وبقت أسباب السماء، سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. منهم البراء بن مالك: ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله عز وجل جند المسلمين؟ قال: أجل. فقام البراء: هيدعو؟ لا، مش هيدعو، هيقسم. هيقسم على مين؟ على واحد صحابي زيه؟ لا 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 لا، وما هيقسم على مين؟ هيقسم على ربنا فاطر السماوات والأرض، اللي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. وقف البراء يقول: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. طب ليه البراء طلب الشهادة؟ ما البراء لو فضل قاعد يعني بأسباب بالنظرة البشرية هينفع المسلمين في كل موقع. هو خايف من الرياء، أصل خلاص اتعرف إن هو لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فعلا نصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالبراء خاف ان المسلمين يتكلوا على البراء ويظنوا ان النصر انما ياتي من عند البراء، فتمنى الموت. وما فيش موت اجمل من انه يموت شهيد في سبيل الله، لانه ورد ايضا عند احمد والترمذي بسند صحيح ان الحبيب المصطفى يا حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، يا بخته، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. عشان كده بقول لك مقاييس العباد غير مقاييس رب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يقول انه لا يؤتى او انه لا ياتي الرجل السمين العظيم لكن ما عندوش ايمان، انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. وعند البخاري في يوم من الايام النبي واقف وسط الصحابه يبختهم به صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقير جدا فقال النبي: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حاري ان تكلم الا يسمع، لو يتكلم ما حدش يسمعه، وان نكح الا ينكح، لو عايز يتجوز ما حدش يرضى يجوزه، وان شفع الا يشفع، لو عايز يتوسط هيتوسط في مين؟ هو انسان فقير. فسكت النبي. فمر بعدها رجل ذو شاره حسنه وابها وجمال ومنظر لكنه خالي من الايمان، فقال النبي: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، رجل غني، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا بقى موازين المولى عز وجل، قال: لهذا، يعني الفقير ده، خير من ملء الأرض من مثل هذا. أيها الفقير ما تحزنش، ما تضايقش نفسك، الحياة حلوة، الحياة مش مستاهلة إنك تزعل عشان في فلوس قليلة، الحياة مش مستاهلة انك تزعل عشان منصبك قليل، الحياة مش مستاهلة انك تزعل عشان انت ما عندكش بيت ملك ولا شقة تمليك، يكفي ان انت تملك الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد نرجع لموضوعنا، تعالوا نخش بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. فداخلين فلقينا النبي نايم على الحصير، وقد اثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فتقدم عبد الله بن مسعود اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء، يعني فراشا لينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ الكلمتين الحلوين دولت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مالي وللدنيا
إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الدنيا كلها في عين النبي صلى الله عليه وسلم هي الفترة الصغيرة اللي وانت ماشي في صحراء فلقيت شجرة فرحت وقف في ظلها نص ساعة ومشيت، الدنيا كلها هي نص ساعة دي. يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم القيامة المجرمين والمنافقين والناس اللي بعدوا عن ربنا هيقسموا يوم القيامة انهم ما قعدوش في الدنيا دي غير ساعة واحدة بس. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لا يعني أو هنا بمعنى بل، لبثنا يوما أو يعني بمعنى بل بعض يوم، يعني شوية ساعات. شوية ساعات تخلي الإنسان ينسى رب الأرض والسماوات إزاي؟ إزاي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله أكبر. عشان كده بقول لك خد بالك مقاييس العبد عند ربنا أعظم من مقاييس العبد عند العبد اللي زيه. أنا وإنت وغيرنا ممكن نعمل قيمة ويعني وقدر الإنسان الغني أو القوي أو صاحب المنصب، إنما كل ده الله عز وجل لا ينظر إليه أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. أمال بتنظر إيه يا ربي؟ وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. زين قلبك لله، صفي قلبك، نظف قلبك لله سبحانه وتعالى، وصفي عملك لله، خليه خالص لله عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة. ده أول مشهد هنشوفه النهاردة في بيت النبي. النبي نايم على الحصير صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه. لا ده في مشهد تاني جميل قوي ممكن يكون حدث في الليلة دي أو في ليلة تانية. اللي حصل إيه يا جماعة؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان بيصلي قيام الليل، وكانت أمنا عائشة نايمة في غرفة أمنا عائشة، وكانت الغرفة ضيقة جدا وصغيرة. فكان النبي حينما يريد أن يسجد، إذا أراد أن يسجد كان يغمز أطراف رجل عائشة، كان يغمزها في رجليها عشان تلم رجليها عشان النبي يلاقي مكان يسجد فيه. فإذا منتهى من السجدتين وأراد أن يأتي بركعة أخرى سجد أمنا عائشة في رجلها حتى تمد رجليها مرة أخرى. إيه ده؟ بيت النبي كان قد كده؟ كان صغير للدرجة دي؟ يا جماعة هو النبي كان فقير؟ أنا عايز أسأل سؤال، وأكيد حضرتك عايز تسأل، وأكيد حضرتك نفسك تسألي، هو النبي كان فقير؟ ما كانش قادر يقعد في قصر كبير مليان بالحلي والمجوهرات والزخارف؟ كان قادر صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان غني. النبي أنتوا ناسين أن النبي كان ليه خمس الغنائم، لكنه كان يوزع كل ما عنده أو جل ما عنده ولا يبقي إلا بعض الفتات لأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان لا يبقي شيئا أبدا. كان ليه خمس الغنائم: عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، كما في البخاري عفوا، كما عند البخاري ومسلم: لو أن لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي شيء إلا شيء أرصده لديني. بيقول لو عندي أدي جبل أحد ذهب كنت أتمنى من جوايا أن أنا ما شلش منهم ولا مليم ولا خردلة ولا جرام ذهب إلا حاجة أرصدها للدين، أما الباقي فيعني كله أتصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة خلعين فاصل، لكن حقيقي قلبي موصول بقلوبكم، وأنا حاسس أن أنتوا قدام عينيا، أنا شايفكم بقلبي، بالله عليك خليك معايا فاصل قصير وهرجع لك تاني. كتر من الصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير يا جماعة، النبي كان عنده فلوس كتير قوي وكان بيجي له خمس الغنائم، لكنه كان لا يترك مالا عنده أبدا إلا ويتصدق هكذا وهكذا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ده أنا عايز أقول لك على موقف أغرب من خيال، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنت عارف أن في يوم الأيام واحد رجل مشرك جاء إلى النبي، فأراد النبي أن يتألف في قلبه، فرجل طلب مال، طلب أي مساعدة، فإذا بالنبي كان لسه خارج من غزوة وكان عنده غنائم، كان عنده أغنام يعني ما بين جبلين في وادي كبير جدا جدا، فإذا بالنبي يأمر الرجل
أن يأخذ تلك الأغنام التي بين الجبلين. الرجل مش مصدق نفسه، فقال: ما بين الجبلين يا محمد؟ قال: ما بين الجبلين. فأخذ ما بين الجبلين واستاقها ولم يبق شاة واحدة. كان رجل يعني ما شاء الله يعني. فذهب إلى قبيلته، أول ما وصل ربنا ألقى الإسلام في قلبي، خد بالك، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. ده ما بيخافش من الفقر أبدا، ده بينفق بسخاء عجيب جدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي كما عند البخاري كما وصفه ابن عباس قال: كان أجود من الريح المرسلة. شفت الريح المرسلة جاية قوية ازاي؟ كان النبي قوي جدا في انفاقه صلى الله عليه وآله وسلم. كان أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتي جبريل ويدارس القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة اتعلموا الجود والكرم من الحبيب المصطفى. تلاقي أبو بكر كما عند أبي داود بسند صحيح يروح يحط فلوسه كلها، لما النبي ندبهم للصدقة وضع فلوسه كلها في حجر النبي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب راح بنصف ماله، بل في موقف عجيب جدا لعمر بن الخطاب في الإنفاق، شيء عجيب. لما بقى أمير المؤمنين قال له رجل أعرابي بسيط جدا ومعاه زوجته لابسة لبس مقطع وبنته لابسة لبس مقطع، فقال: يا عمر، الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكلهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لا تفعلن. يعني بيشحد بالعافية، فهم ازاي؟ فقال عمر: ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينا، أنا همشي. قال: ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال: إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل، وما كانش عنده غير حلة واحدة هي اللي يملكها، ذهب بها إلى هذا الأعرابي وقال: خذ يا أعرابي هذه إلى يوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. عثمان بن عفان يحفر بئر روما لكي يشرب منها المسلمين، أو عفوا يشتري بئر روما لكي يشرب منها المسلمون، ويجهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتصدق بتسعمائة ناقة بأقتابها وأحلاسها، كانت لسه راجع التجارة بتاعته من اليمن ومن الشام، وأول ما وصلت التجارة مشى من قدام غرفة أمنا عائشة، فاهتزت غرفة أمنا عائشة، فقالت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: إنها أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، أصوات الجمال بتاعته. فقالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي. فلما وصلت المقالة إلى عبد الرحمن بن عوف ذهب إليه وقال: يا أمه، أنت التي قلت كذا وكذا؟ قالت: أجل. قال: أشهدك أني قد تصدقت بها لله سبحانه وتعالى. فجاء التجار فقالوا: يا ابن عوف، سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، أتبيع؟ قال: أبيع. بكم تشترون؟ قالوا: بضعف الثمن. قال: لا. قالوا: بضعفي الثمن. قال: لا. قالوا: بخمسة أضعاف، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال: لقد وجدت وبعت. قالوا: وجدت من يعطيك أكثر من خمس أضعاف؟ قال: وجدت من يعطيني سبعمائة ضعف. قالوا: من؟ قال: الله الذي يضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف سبحانه وتعالى. فواحد قال له: طب يا ابن عوف، هل تصدقت أو هل لا تصدقت بمائتي ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ قال: ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي عشر أضعافها في آخر اليوم. يقين في الله، يقين في الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف النبي كان بيعلم الأمة الزهد إزاي. النبي كان بيعلم الأمة إزاي تزهد في الدنيا، يعني إيه أزهد في الدنيا وإزاي أزهد في الدنيا. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويوصف ويوضح حجم الدنيا قد إيه يا جماعة. أصل أنا قلت لك قبل كده الكلمة دي واحفظها مني. عايز تعبد ربنا صح، اعرف حجم الدنيا صح، واعرف حجم الآخرة صح. النبي بيقول إيه كما عند مسلم؟ قال: ما الدنيا، حجم الدنيا كلها باللي فيها، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط أصبعك في المحيط كده، قول لي الأصبع خد إيه من المحيط؟ ولا حاجة، لو خد نقطة أو نقطتين مجازا يعني، واخد بالك؟ فإذا لا يعني لا يوجد أي مقارنة بين الدنيا ومتاع الدنيا وبين ما في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا حاجة واحدة، إلا ذكر الله، ما تذكر ربنا، وما والاه، وعالما أو متعلما. ويقول كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت، يعني ما حصلش،
بقول لك لو كنت جيت عندي امبارح كنت اكلتك بط، فاهم ازاي؟ او ديك روم او اي حاجه، لكن ما حصلش ان انت جيت خلاص، ما اليوم عدى. فبيقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قد افلح من اسلم، استسلم واطاع الله عز وجل. قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا على قده بالظبط، وقنعه الله بما اتاه الله. وعند الترمذي بسناد الحسن: من اصبح منكم امنا في سربه، في بيته آمن، عندك أمان. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، صحتك الله أكبر زي الفل، عنده قوت يومي بس، يعني الحمد لله أنت آمن في بيتك وعندك قوت اليوم ومعافى في بدنك، النبي بيقول عليك إيه؟ بيقول: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ايضا بسند صحيح، انا بس عمال اقرب لك المساله عشان تشوف ان الدنيا فعلا ما تساويش. امال بنخسر بعض عشانها ليه؟ امال بنقطع ارحامنا ليه؟ امال بنزعل ولادنا ليه؟ وبنزعل اهالينا ليه؟ وبنزعل اصحابنا وجيراننا ليه؟ عشان دنيا ما تساويش عند ربنا جناح بعوضه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه، شوف كلمه همه فيها استغراق لكل همك، من كانت الاخره همه هياخد ثلاث سمرات حلو الاول. جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وفوق ده كله كمان هو مشغول بالاخره، واتته الدنيا وهي راغمه. طب ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، شايف كل حاجه ان هو ايه؟ لو بيصرف اليوم مليون جنيه يقول لك الدنيا الحاله جيم والسوق نايم وكده يعني. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. يا الله، ويجمع لك النبي كل الكلام اللي احنا سمعناه كله في جملتين كما عند مسلم. قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. نوضحها. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني كان قاضي القضاة في مصر زمان، ده صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وده أشهر كتاب في شرح صحيح البخاري. في يوم من الأيام خارج، وكان صاحب قبهة وجمال ومنظر وطول وعرض وحاجة ما شاء الله، وكان ثري، وهو خارج قبل واحد يهودي فقير جدا ولبسه متقطع ومنظره يعني تعبان جدا. فأول ما شافه قال: يا إمام، أريد أن أسأل عن شيء. قال: ما هو؟ قال: سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، فبما تفسر ما قاله نبيكم بما تراه أنت من حالي وحالك؟ أنت ما شاء الله في جنة وأنا اللي في شقاء، والنبي بيقول إن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فقال الحافظ ابن حجر: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء وكذا وكذا وكذا، أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد. وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والضيق والشدة والفقر والشقاء، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على شركك وكفرك بالله جل وعلا. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم علمنا بعد ما كلمنا عن الدنيا بالمنظر ده، قال لنا كلمة حلوة قوي. قال: عايز ربنا يحبك، ما خد بالك من حاجة، احنا مش هننال أي خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا ربنا حبنا. ربنا يحبك يا رب العالمين، قولوا آمين. شوف بقى ده مع السلام بيقول إيه؟ واحد جاله كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أنا عايز أجمع بأن ربنا يحبني أوي أوي وبأن الناس كلها برضو تحبني. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وشوف ربنا بقى لو حبك. قال صلى الله عليه وسلم: فأن المولى عز وجل يقول لجبريل: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. يقول سبحانه وتعالى لجبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض بعد أن يقول جبريل لملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحب الملائكة ثم يوضع لها القبول في الأرض.
وده حديث رواه مسلم. حديث البخاري أن المولى عز وجل يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قول يا حبيبي عايزك تتفاعل مع مواقف النبي، وعايزك تتفاعل معانا بالاس ام اس لاخر الحلقه ولاخر الاسبوع ان شاء الله، عشان نشوف ايه الاسئله اللي انت عايزين تسالوها ونجاوبكم عليها الحلقه القادمه ان شاء الله. واخر حلقه نتلقى اتصالات ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله. طيب تعالى نشوف بقى زهد النبي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. زهد النبي، النبي كان بيكلمنا عن الزهد، هو كان عايش ازاي؟ أظن أول موقفين أنا ذكرتهم في الحلقة في الأول أظن يعني بيوضحوا لك كيف كان النبي زاهدا صلى الله عليه وسلم، نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه. وقلت لك أن النبي ما كانش فقير، النبي كان غني، لكنه كان لا يترك مالا عنده أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. الغرفة ضيقة، وغرفه كلها ضيقة صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع أن يسكن في 9 قصور، لكنه كان يترك الدنيا وكان يقبل على الآخرة صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك بقى حاجة حلوة، أنت عارف كان أكثر دعاء النبي كان بيقول إيه؟ كما في البخاري ومسلم، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. طب ده في دعاء تاني كمان ودعاء جميل جدا، الدعاء الثاني رواه ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي كان يدعو يقول: اللهم أحيني مسكينا. الله، النبي بيدعو الدعاء ده، اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا خبر أبيض، وإحنا بندعو الدعاء ده يا رسول الله، ما دمت أنت دعيت الدعاء ده، وخد بالك مش مسكين يعني لازم يكون معكش فلوس، ما أنت ممكن تبقى مليونير وتبقى من جواك مسكين، حاسس بافتقار وذل إلى الله وانكسار بين يدي الحق سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي، يتلوى يعني ما يجد من الدقل اللي هو رديء التمر ما يملأ به بطنه. ده سيد ولد آدم يا جماعة، سيد ولد آدم طول اليوم يتلوى، مش لاقي شوية تمر من أرض أنواع التمر. ده صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف حاجة تانية، أمنا عائشة كما في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنها كانت تقول لعروة: والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ شهرين كاملين ما تولعوش النار ولا مرة، فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. يا الله، في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا جدا، إن النبي كان خارج، إيه اللي حصل؟ قابل أبو بكر وقابل عمر، والاتنين راحوا في مشوار جميل قوي قوي. إيه اللي حصل في المشوار دوت؟ خلي المشوار ده بعد الفاصل الأخير ده إن شاء الله، ده رجع لكم بعد دقيقة واحدة، خليك معايا، قطر من صلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. تعالوا نشوف النبي كان راح فين. النبي خارج في وسط يعني في وسط اليوم كده وجعان جدا جدا، فقابل مين؟ قابل أبو بكر. إيه اللي أخرجك أبو بكر؟ قال له: الجوع. قال له: وأنا برضه ما أخرجني إلا الجوع. فراح مقابلين هم الاتنين مين؟ عمر بن الخطاب. ما أخرجكم يا رسول الله؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع. وقال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. التلاتة راحوا لمين؟ راحوا لواحد صحابي، وردت رواية الحديث البخاري ومسلم، لكن وردت رواية ديت عند الترمذي إن الصحابي ده كان اسمه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. خبطوا عليه لقوه مش موجود، زوجته طلعت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أبو الهيثم بن التيهان؟ قال لها: قلت له ده بس بيجيب لنا شوية تمر من على الشجر. راحت منادية عليه، جه قال: والله ما أحد أكرم أضيافا مني، أنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيتي أبو بكر وعمر، يعني ما فيش في الدنيا حد عنده ضيوف أحسن من الضيوف اللي عندي. فراح جاب لهم تمر ورطب، وراح ذبح لهم شاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إياك والحلوب، اللي انتوا بتحلبوها ما تذبحهاش، اذبح واحدة ما تكونش ايه، ما تكونش بتحلب يعني. فالمهم جاء إليه وذبح الشاة، أكل النبي من التمر ومن الرطب، وأكل من الشاة هو أبو بكر وعمر وأبو الهيثم. ثم قال للصحابة: أكلتم من هذا الطعام؟
خرجتم جوعا فأطعمكم الله من هذا الطعام، والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. الله أكبر، إن ربنا أكرمك بأكلة زي كده، أشكر فضل ربنا سبحانه وتعالى، أعلم إن كل النعم جاية لك من عند المولى سبحانه وتعالى. طيب سؤال صغير، إيه هو الرزق؟ إيه هو الزهد الأول؟ هو الزهد معناه إن ما يكونش معايا؟ قيل للإمام أحمد، أيكون الرجل عنده 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال أجل، إذا كانت في يديه وليست في قلبه. جميل قوي، إن أنا يبقى معايا 1,000,000,000 جنيه، 1,000,000,000 دولار، إن أنا أكون من أغنى الناس، لكن الفلوس دي كلها فين؟ في إيدي مش في قلبي. بمعنى إن أنا لو دعيت للإنفاق أنفق، لو دعيت لزكاة مالي أزكي. يا جماعة الخير، والله الذي لا إله غيره، لو إن أغنياء المسلمين دفعوا زكاة مالهم ما وجدنا مسلما فقيرا على وجه الأرض. ولكن لما الأغنياء، إلا من رحم الله طبعا، لما كتير من الأغنياء بخلوا بزكاة أموالهم، إيه اللي حصل؟ نزعت البركة من أموالهم وبقي بقية المسلمين فقراء. لكن يا جماعة أخرجوا، عندك يقين في كلام ربنا؟ طبعا مصدق ربنا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل. قال جل وعلا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مصدق النبي؟ مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهن. النبي لما يقسم يبقى حاجة كبيرة قوي، حاجة الناس مش مصدقينها، رغم أن النبي مصدق صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الأمين. وما ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي. قال صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. معك كام؟ معك 1,000 دولار؟ تصدقت بكام؟ ب100 دولار؟ ما بقوش 900، لا، 10 اللي طلعتهم دولت بقوا بمقام 7,000، بقوا بمقام 700. 700 دولت بفضل الله، في كل صدقة ب700، يبقى في 10 يبقى ب7,000، يبقى معاك 7,000 وضف لهم ال 900، يبقى 7,900 دولار، ويمكن أكتر من كده بفضل الله. مقاييس البشر شيء ومقاييس رب البشر شيء سبحانه وتعالى. ما هو الرزق؟ إيه هو الرزق يا جماعة؟ تعالوا نشوف كده في عجلة سريعة. إيه هو إيه الرزق بالظبط؟ أصل الناس كتيرة فاكرة إن الرزق هو الفلوس وبس. لا أخويا حبيبي، الرزق مش هو الفلوس وبس. قال جل وعلا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا إيه؟ مما رزقناهم. ربنا رزق فلان المال، ورزق فلان الصحة، وانت الجاه، المنصب، الإسلام رزق، حفظ القرآن رزق، طلب العلم والدعوة إلى الله رزق، والصبر رزق، واللين رزق، والخلق الحسن رزق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله، ايه ده؟ يبقى الارزاق انواع كتيرة جدا. ده انا عايز اقول لحاجة كمان، ان ابواب الرزق غريبة جدا، ان ربنا لما بيعطيك رزق اخويا وحبيبي، لما يحرمك من الرزق ده ما بيحرمكش من الرزق الا عشان يديك ضعف الرزق ده. ندي امثلة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الطفل الجنين في بطن امه مصدر رزقه يا جماعة الحبل السري، يبقى مصدر رزق واحد هو الحبل السري. فأول ما يتولد ينقطع الحبل السري، انقطع سبب الرزق، فربنا يعطيه ضعف أسباب الرزق، يعطيه ثديين لأمه يرضع منهم فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا فطم الطفل بعد 2 سنين من الرضاعة، ربنا هيحرمه من مصدرين للرزق ويديله 4 مصادر، طعامان وشرابان، النبات ولحم الحيوان، والشرابان اللبن والماء. طيب ولما يموت يبقى اتحرم من أسباب الرزق الأربعة، فيخلف عليه 8 اللي هم أبواب الجنة 8. واضح الكلام ده؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي عايز أقولها، وهي نقطة في غاية الجمال، وأنا هختم بنقطتين صغيرين ونستقبل اتصالاتكم، وهقول بقى إيه الهدايا الجميلة اللي وصلتني في الاس ام اس طول الأسبوع ده إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقطتين أختم بهم الحلقة بعد إذن أستاذ شريف. النقطة الأولانية، إن كل الناس يقينا يا جماعة، يقينا كل الناس متساويين تماما في مسألة الرزق، الغني والفقير والوزير والغفير. إيه ده كلام جديد أول مرة أسمعه. صدقني يقينا هتلاقي واحد غني بس زوجته تعبها، وتلاقي قدام واحد فقير بس زوجته مريحة، هتلاقي واحد غني بس عنده أمراض، وتلاقي واحد فقير وصحته تفلق الحجر، هتلاقي واحد وزير بس عنده مشاكل كتير، وتلاقي واحد فقير بس ما عندوش مشاكل خالص. خدت بالك؟ فكل واحد ربنا اداله ارزاق متوزعه. وهديك مثالين صغيرين، واحد مليونير او ملياردير،
هفترض لو ان عنده 10 قصور، كل مكان في العالم ليه قصر فيه، وعنده 10 شركات من اكبر الشركات اللي في العالم، وعنده 4 زوجات مكمل الكتيبه، وعنده 30 ولد، وعنده فلوس لا تقدر، ومره واحده اصيب هذا الرجل، ربنا يعافيك يا رب، بشلل رباعي لا يتحرك منه اصبع واحد. لو سالناه دلوقتي بالله عليك وجاوب عليا، بالله عليك تجاوب دلوقتي، لو سالناه تدفع كام ونرجعك تمشي وتتحرك زي اي واحد؟ بالظبط كده، ادفع كل اللي حيلتي وارجع تاني. شفت قد ايه انت بتملك ثروات قد ايه؟ طب ناخد عينيك ونديك مليون دولار؟ لا طبعا، ولا ب 100 مليون دولار. طب ناخد ودانك ونديك مليون دولار؟ طب ناخد لسانك، طب ناخد ايديك ورجليك ونديك 100 مليار؟ لا يا عم، الله يبارك فيك، عندك كنوز بس هو قليل من عبادي الشكور. هديك مثال تاني، دي حقيقه بقى. واحد مليونير مره معدي على ارض فلاحين عندنا في مصر، فوجد بعض الشباب الفلاحين الفقراء قاعدين بياكلوا اعزكم الله عيش ومش وبصل وحاجات كده، يعني واخد بالك؟ فجاه والراجل معدي، واحد من الشباب دول بيقول ايه؟ ادي يا عم الناس اللي عايشه ولا بلاش. فراح الراجل ايه مفرمل وراح راجع له، فالشاب خاف قال له ما تخافش يا حبيبي تعالى، انت بتقول ادي الناس اللي عايشه، طب ايه رايك تيجي نبدل مع بعض؟ والله العظيم يا ابني اعمل معاك الصفقه، وادي دفتر شيكات اهو، وحالا اتنازل لك عن كل ما امتلك. انا يا ابني عندي 10 عربات مرسيدس، وعندي 4 فلل و3 شاليهات، وعندي مصانع، وعندي يعني ملايين في البنوك، بس عندي في نفس الوقت عندي سرطان، وعندي مرض السكر، وعندي الضغط، وعندي كذا وعندي كذا، وقعد يعدد له شويه امراض. فالتاني قال له لا يا عم، الله الغني، مش عايز منك ولا حاجه، ده انا الحمد لله دلوقتي صحتي تفلق جبل، الحمد لله رب العالمين، احمد ربنا على نعمه الصحه وقليل من عباد الشكور. عشان كده بقول اللي مش راضي عن عيشته مش راضي ليه؟ ارضى بقضاء ربنا. اللي بياكل حرام بياكل حرام ليه؟ خد بالك، اللي بياكل حرام ده هو بياكل رزقه، بس استعجل وخده من الحرام، ولو استنى شويه هياخده من الحلال. النقطه الاخيره اللي اختم بيها قبل ما نتلقى اتصالاتكم، عايز اقول لاي فقير عايش على وجه الارض، اخويا وحبيبي، هبعت لك رساله صغيره، احمد ربنا. احمد ربنا ان انت فقير، ما تضايقش نفسك، ما تزعلش، هي اقدار ربنا ان ده يبقى فقير، وان ده يبقى غني، وان ده يبقى وزير، وده يبقى غفير، عشان كلنا نكمل بعض. ربنا بيحميك من الدنيا، ده رقم واحد. معقوله؟ اه طعم. الحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمي احدكم مريضه من الطعام والشراب تخافون عليه. احيانا يجي لك الدكتور يقول لك اوعى تاكله كذا وكذا لانه ممكن يتضر والمرض يتضاعف، فيجي يطلب الاكل تقول له لا انا مش مستخسر فيك بس خايف عليك. هي دي بقى ولله المثل الاعلى، هو مش مستخسر فيك بس خايف عليك. واضح؟ ادي اول حاجه. ثاني حاجه، ما حدش يحسدك، انت فقير ما حدش يحسدك. كتير من الاغنياء بيقولوا احنا بنموت من الحسد، متبهدلين من الحسد، متبهدلين من العين، متبهدلين من العين، تعبانين من العين، خدت بالك؟ طيب ثالث حاجة ورابع حاجة، دول بسرعة كده عشان نتلقى اتصالاتك الجميلة إن شاء الله. إن أنت أخويا وحبيبي الفقير، والله الذي لا إله غيره، هتنسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن. عندك دليل؟ عندي حديث رواه مسلم إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. هو عايش حياة فقيرة جدا وابتلي ابتلاءات شديدة لكنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. آخر نقطة، هتخش الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. معقولة؟ أي نعم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء 500 عام، أي بنصف يوم. بس خد بالك، الإمام ابن القيم بيوضح حتة حلوة قوي قبل ما نخش على الاتصالات على طول بقى، ان بيقول: وليس معنى الأسبقية ان رفعة الدرجات هتكون اكتر، بالعكس، ممكن يكون الفقير بيخش قبل الغني عشان الاغنياء ما يزعلوش برضه، ممكن الفقير يخش قبل الغني ب 500 سنة اللي هي نصف يوم، ويجي الغني بعديه يخش درجات اعلى من الدرجات اللي فيها الفقير لكنه يخش بعده. واضح يا جماعة؟ يعني اذا الغني اللي بينفق وبيتصدق وبيزكي و ممكن يتاخر في الدخول شويه بعد الفقير عشان ربنا بيجبر كسر الفقير، لكنه لما يخش يلاقي الفقير في الدرجه دي وهو فوقيه ب 10 درجات وما بين الدرجتين مسيره 100 سنه. انا دلوقتي عايز اتلقى اتصالاتكم الحلوه وهنقول الهدايا. نقول الهدايا الاول للشيف ولا الاتصالات الاول؟
طب نقول الهدايا بسرعه عشان نفرح الناس. ام ادهم والاخت نسرين والاخت هدى وابتسام واسماء ونهيره قالوا احنا لبسنا النقاب هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت مروه قالت هديتي اصلاح ذات البين، يعني اصلاح بين الناس، والتذكير بصلاه الفجر. الاخت الهام الزقازيق قالت كان لبس ضيق ودلوقتي خليته لبس فضفاض الحمد لله. الحقيقه الاسم كان مكتوب غريب، انا ما اعرفش هو الاسم صح ولا لا. بجه محمد هي سنتين ونصف قالت حفظت الانشوده بتاعت البرنامج. حسين السيد قال قطعت منتجات اليهود. نبيل من المنيا قال تركت ذنبي كان بقالي عليه 17 سنه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. احمد قال جمعت الكتيبات الاسلاميه اللي عندي كلها ووزعتها على اصدقائي. في اخت ما ذكرتش اسمها لكنها بعتت هديتين جمال جدا، قالت قفلت الكوافير بتاعي اللي كان فيه يعني كم بقى تزيين المتبرجات ولبست الاسدال. اخت لبنى وسهى وام محمد وسميحه لبست الملحفه وبدات تصلي. احمد ابراهيم وسيد محمد وبسيوني قالوا تركنا التدخين. احسان وزوجها عبد الرحمن واولادهم بينتظروا البرنامج بفارغ الصبر وبيعلموا بيعملوا بكل اللي بنقوله في البرنامج. طب نتلقت صلاه ونكمل الهدايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ عواطف السلام عليكم. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله ربنا يعزك يا رب. الله يبارك فيك وان شاء الله تكون كلها في ميزانك. الحمد لله بخير ربنا يعزك يا رب. بتمنى انك تدعي لي بالزوج الصالح والثبات ان شاء الله ولام العمر. ربنا يرزقك ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي الان بالزوج الصالح ان شاء الله ويثبتكم يا رب. ان شاء الله. هديتي للرسول يعني ما بعرف ايش بقدم له هديه لانه اكبر من كل الهدايا. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يعني الحمد لله تركت المسلسلات والاغاني والافلام. الله يكرمك يا رب. وان شاء الله يعني نويت وان شاء الله بترك يعني تركت يعني باذن الله لمس الحواجب يعني. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. وبقول لسيدنا يعني لرسولنا اني بحبه كثير وبتمنى اكون معاه في الفردوس ان شاء الله. يا رب يجمعنا جميعا به في الفردوس يا رب. وبسال رب العرش العظيم اني اعافيك من كل مرض يطول عمرك يا رب. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير اختي الفاضله، ربنا يحفظك. بتمنى منك تعطيني رقمك اذا سمحت يعني. من كنترول حاضر يعني يا اختي عواطف، ربنا يحفظك. وبالله عليك بسألك انك تدعي لي بالله عليك. حاضر والله. لي ولاهلي بكل الهدايا. حاضر والله، ربنا يحفظك يا اختي عواطف، وانتوا ادعوا لنا ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك. مين معانا يا استاذ شريف؟ استاذ امجد من القاهره، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الجليل. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. احبك في الله. احبك الذي احتني فيه، ربنا يعزك ويحفظك. تفضل يا خمجد. شيخ الجليل اسالك ان تدعو لي بالتوفيق الى طريق الهدايه. ربنا يحفظك يا رب ويوفقك للهدايه ان شاء الله. ويهدي جميع المسلمين. وارجو منك رجاء اسالك انت ان تجيب لي. حاضر تفضل. أن تدعو لي وأيضا أن تنشد لنا بصوتك الجميل في نهاية الحلقة أنشودة باهرة. حاضر والله، لو تبقى وقت إن شاء الله. أنا عامل حسابي النهارده على أنشودة والله، بس لو تبقى وقت إن شاء الله. حاضر يعني. حاضر يا أمجد. طب نكمل بسرعة الهدايا عشان ما يزعلوش. الأخت جيهان قالت علمت أخواتي الصلاة وقيام الليل. الأخت مروة ومصطفى قالت بكلم الأخوات الملتزمات وغير الملتزمات عن درس الاثنين بتاعه ودرس الثلاث. الأستاذ محمود عبد العزيز وسليمان محمد وأحمد وصفي ومنى السويني بيصلوا على النبي كل يوم 1000 مرة، يا بختهم. فاطمه غضبان بتقول زوجي بدا يصلي الفجر. واحد صلاة سمك حاجه من ضمن الهدايا الجميل قوي، قال هخلي صيد يوم في الاسبوع صدقه للفقراء هديه للنبي. ام حسين قالت هجهز فتاه يتيمه عشان تتجوز. الاستاذ انور محمد هيساعد 20 طالب مجانا في ماده الرياضه. الاستاذ شوقي عبد المنعم هيشتري 1000 مصحف ويوزعهم على الناس. الاخت ام سامح قالت صالحت اختي كانت مخصمه من زمان ووظبت على الصلاه. الحقيقه عايز اقول قبل ما ننسى، عايز نقول الواجب بتاع الاسبوع ده يا جماعه عشان ما حدش ينسى. اولا ما ننساش ابعتوا لي اس ام اس بالاسئله اللي انتم عايزينها. الحلقه اللي جايه هتبقى اجابات ان شاء الله على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله. طب معانا تليفون. سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا يا شيخ لو سمحت بدك تدعي لي الذريه الصالحه. ربنا يرزقك بالذريه الصالحه يا رب وكل من حرم من الذريه يا رب العالمين. اتفضلي يا اختي. يهدي جوزي للطريق المستقيم انا وياه وربي ينجحنا في حياتنا. ربنا يهديكم ويحفظكم يا رب وينور بيتكم بالايمان والطاعه يا رب العالمين. و ما تنساش يا شيخ رحمه والديك يا شيخ اللي تدعي لي في الغيب. حاضر في الغيب في كل ان شاء الله سادعو لكم في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الله يبارك فيك. طيب رضوان معانا من القاهره. روان ما شاء الله. الاستاذ روان اتفضلي يا استاذ روان. السلام عليكم. الأخت روان.
طب اذا الاتصال انقطع، الواجب بتاعنا الاسبوع ده يا ريت لو معاك، احنا قلنا لحد يعني كل اول حلقه يا ريت تخلي معانا ورقه او قلم عشان نكتب الواجب. الواجب الاسبوع ده ان شاء الله كما تعودنا صيام الخميس اللي هو اللي جاي ده والاثنين اللي بعده اللي هو قبل ما نلتقي بيوم، واستغفار وصلاه على النبي وكلمه الحمد لله، عشان احنا بنقول النهارده عايزين نرضى بقضاء ربنا ونرضى بالرزق اللي ربنا قسمه لنا. يبقى استغفار والحمد، استغفر الله والحمد لله وصلي على رسول الله الف مره ان شاء الله. ويا ريت الاغنياء بقى يتصدقوا عشان ربنا يكرمهم ان شاء الله. طب هل في وقت نقول القصيده ولا؟ طيب خير ان شاء الله يا رب. استاذ خالد من السودان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. عليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف الاخبار؟ يا رب يعزك ويحفظك يا رب العالمين ويحفظ اهل السودان. الحمد لله رب العالمين. تفضل استاذ خالد. انا كنت من الاغنياء وربنا سبحانه وتعالى استدعاني لانه انا فقدت قروشي كلها او الاموال بتاعتي كلها، فاكتشفت المساله دي كلها انه انا صغير الى رحمه الله سبحانه وتعالى. معلش ما فهمتش والله يا استاذ خالد، معلش انا اسف. ما فهمتش السؤال. لا انا تعرضت لمصيبه في المال. تعرضت لمصيبه في المال، ربنا يا رب يعوضك كل خير. اللهم امين. فاكتشفت بعد المساله دي كلها انه انا صغير الى رحمه الله سبحانه وتعالى. طبعا كلنا فقراء لرحمه ربنا، ربنا يحفظك يا رب. اللهم امين. ولا تحزن على فوات المال يا اخي خالد، والله العظيم اهم حاجه ان يبقى على الانسان ايمانه. حضرتك لو تتذكر يا استاذ خالد، فاكر صهيب الرومي لما حب يهاجر من مكه الى المدينه ورا النبي والمشركين قالوا له جئتنا صعلوكا ولا مال لك، واليوم بعد ان اصبحت غنيا تريد ان تذهب بهذا المال؟ فقال لهم اذا دللتكم على مالي تتركوني اذهب الى النبي؟ قالوا بلى. دلهم على ماله كله، ويعني تخلص من مال جمعه في 13 سنة عشان يذهب إلى النبي. فإذا لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمولى عز وجل ينزل قوله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقابله النبي كما عند مسلم ويهش ويبش في وجهه ويقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. طب الحقيقة الناس طلب قصيدة صغيرة كده هنقولها بمناسبة بقى الحب الدنيا والحرص على الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.